هذه الحكومة فشلت، وعدونا ببرنامج بيان وزاري ونحن أعطينا ثقة مشروطة. نحن اعترضنا وصوتنا ضد الموازنة لو كنا شايفين أنه بالآخر هالموازنة ما بتدلل. اليوم ما بدنا نجي نحكي أنه مثل اللي عم نسمعه أنه في ناس ضد ما ناس وناس بده يسقطوها. اليوم هالحكومة هي حكومة ائتلاف وطني، الكل موجودين فيها. يعني القرار كله مجتمعا ما قدر يقلع بالبلد بالطريقة اللي نحن كنا متوعينا أنه تقلع البلد. إذا اليوم ما بقى عملية ديكور نغير شيء ونبدل شيء، هل التركيبة الموجودة فشلت؟ مفروض يجي محل مجموعة بعيدة عن السياسة بدليل صعبة بلبنان. بقول لك إذا كان صعبة بلبنان خلينا نتذكر شو صار بستة أيار 92 لما أسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي وإجا وقتها رفيق الحريري ببرنامج اقتصادي اللي عشناه ست سنين إذا بتتذكري من 92 ل 98. اليوم إذا ما صار في انتفاضة شعبية فعلية والطبقة السياسية قعدت على جنب وتركت الخبراء، أنا ما عندي مشكلة مع أي حزب ولا أي شيء، بس بالآخر أعطونا الأشخاص يلي هن يتعاطوا اقتصاد وخدمات ما يتعاطوا بالآخر سياسي، لأنه نحن المرحلة هي الدقيقة السياسي ما بتفيدنا هي الخبرات الاقتصادية اللي طلعنا منها. سعادتك عظيم، ولكن اليوم شو البديل في حال استقالت هذه الحكومة؟ حضرتك مع حكومة تكنوقراط، حكومة اختصاصيين؟ 100% 100%، وهذا كان حديثنا بالماضي وبعد فخامته بيعرف هذا رأيي أنا فيه. ولكن اليوم الأزمة بالبلد هي أزمة، يعني هي أزمة سياسية قبل ما تكون أي أزمة أخرى. على رأسي، بس الأزمة السياسية عم تترجم إنه كل جهة عندها ممثلينها بالوزارة يلي فعليا ما عم بتاخذ قرار، ما عم تشوف الأشياء، ما عم تاخذ قرارات. يا إنه بدنا نوصل لمرحلة نترك السياسي للمنتخبين وللآخر الوزارة تكون فعليا شغالة لخدمة المواطن ونوصل لحل اقتصادي ونعمل ثقة. بدي أسألك سؤال، وعدنا بسادر، طيب سادر منه موجود؟ يعني إذا العالم يلي كانوا مؤمنين فينا ونحن كنا عم نسواها إنه ما حيخلوا لبنان يفشل والله حامي وكل كل هذا الكلام حق لهول حلا صاروا بالآخر عم ياخذوا خطوة للخلف عم بيقولوا أنتم ما خرجوا مدينة لإلكم. هلا فينا نعمل واحدة من شغلتين، فينا نخبي راسنا بالرمل مثل ما عادة نعمل نحن بلبنان والآخر نقول الله بده يحمينا والله رح يلاقينا حل، أو فعليا نوصل لقناعة إنه البلد بالآخر فات بدهاليز ما فينا نطلع منها، الوضع الاقتصادي سيء، الوضع المعيشي يا قادرين بالآخر نجيب ناس فعليا ياخذوها والسياسيين ياخذوا خطوة لورا، يا نحن فايتين على المجهول.